هنتكلم في الموضوع الخاص بالنظريه الاقتصاديه المتقدمه على نظريتين مهمين. اولا النظريه التقليديه او الكلاسيكيه او القديمه. الجزء الثاني النظريه الكنزيه او النظريه العامه. الجزء الثالث بنعمل وجه مقارنه او اوجه مقارنه بين النظريتين فيما يخص سوق العمل والبطاله. الجزء الرابع بنتكلم عن النظريه الاقتصاديه الحديثه. بالنسبه للنظريه الكلاسيكيه والنظريه الكنزيه بنتكلم فيهم من حيث دور النقود ومن حيث النشاط الاقتصادي ومن حيث آلية التوازن في السوق ومن حيث البطالة، على اعتبار ان النظرية الكلاسيكية قالت ان المبدأ الحاكم للنشاط هو مبدأ التوظف الكامل، وبالتالي نقود البطالة فهي بطالة اختيارية مسؤولية العامل او هي بطالة ارادية، في حين النظرية العامة لكنز ترى ان البطالة الموجودة مسؤولية صاحب العمل او المنتج انها بطالة اجبارية. ايضا النظرية الكلاسيكية بترى ان النقود دورها دور محايد ليس لها وظيفة الا الشراء، فكل زيادة في النقود بنسبة معينة هي زيادة في الأسعار بنفس النسبة. أما في النظرية الكنزية فترى أن النقود لها دور في النشاط من حيث أنها دافع للمعاملات ودافع للاحتياط ودافع للمضاربة.